قابلت عالم من العلماء اللي شافها ولا قابلت كائن فضائي؟ طبعا ده تم تداوله في جميع الفضائيات العربية وتم عمل لقاءات معايا في وسط اليوم. ولو حضرتك شفت الكائن الفضائي السفلي طبعا شايفه. طبعا تم يعني نشر مقابلتي ليه في السي ان ان والاوسيا توداي وجميع وسائل العالم والفضائيات اضافه الفضائيات المصريه. تمام. العالم ولا الكائن الفضائي؟ لا مقابلتي ليه تم نشرها في وسائل الاعلام العالميه. مين؟ الكائن الفضائي ولا العالم؟ انا مش عالم، هو كان فضائي عالم، ما انا هرجع اقول في كلام اهو. مقابلتي للعالم ده او الكائن الفضائي تم نشرها في وسائل الاعلام العالميه بدا من السي ان ان ووسائل اليوم لانها اخذت انتشار واسع، الناس مهتمين. ليه بقى؟ تمام. طب في حاجه اسمها ظاهره. تمام اتفضل. ظاهره اسمها اليوفو. طبعا الظاهره دي او الاطباق الطائره والكائنات الفضائيه وحكايه اختطافهم ومقابلتهم للكائنات الفضائيه دي متواجده في بس الارض. بس بكل اختصار يا استاذ احمد عشان بس معانا طيب. ربع ساعه دلوقتي. متواجده في الارض كلها منذ عشرات السنين، منذ الخمسينات. في حادثه اسمها ويزويل اللي هي اختطاف مقابله الكائنات الفضائيه واختطاف بعض الناس. طبعا المقابله دي حدثت لي في واحد سيوه من خلال التخاطر او التليباسي، من خلال هم اللي بيختاروا الناس يتكلمون جميع لغات العالم. دول كان احد اسمها الويتشرز او الانوناكي.